بسم الله، اهلا بيكم. في الفيديو ده هكلمكم عن لوح من شركة جينكو سولار. اللوح ده اللي هو تايجر برو. يبقى احنا النهاردة هنتكلم عن الداتا شيت الخاصة باللوح التايجر برو. الشركة انتجت لوح له خصائص تمام مميزة في بداية سنة 21. اللوح ده اللي هو التايجر برو بيسموه TR78M. هنعرف في الداتا شيت يعني ايه 78M. الريتد باور بتاعته من 560 ل 580 واط. يبقى الريتد باور الخاصة بالتايجر برو من 560 واط ل 580 واط، يعني في 560 565 و70 75 و580 واط. اللوح ده من النوع مونو فيشيال، بيشتغل بتقنية جديدة اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، اللي هي تقنية التيلينج ريبون تكنولوجي او بيسموها التي ار تكنولوجي. طبعا اللوح ده بيشتغل ببوزيتيف توليرانس، بوزيتيف 3% زي ما هنشوف في الداتا شيت، ان هو هيبقى في عندي ام بي بي بيزود عدد الباسبرات الموجوده داخل اللوح، وده هيعلي تمام الباور او هيعمل انكريزنج للباور. كمان اللوح ده فيه خاصيه مهمه جدا، هاير لايف تايم باور ييلد. الباور ييلد بتاعته عاليه والافشنسي بتاعته زي ما هنشوف بتصل الى 21.21%. يبقى اللوح ده مهم جدا. تعال ندخل نشوف الداتا شيت على طول. طيب ممتاز جدا، نبدا نشوف الداتا شيت الخاصه بالموديول تايجر برو بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. عايزين نبدا نشوف الديتيلز الخاصه بهذا اللوح. زي ما احنا عارفين طبعا تايجر برو من شركه جينكو سولار. ممكن تدخل على السايت الخاص بجينكو سولار www.jinkosolar.com، هتدخل هتلاقي كل الداتا موجودة تمام، والداتا شيت الخاصة بالموديولز او البي في موديولز موجودة على السايت بالتفصيل. طبعا التايجر برو يا شباب، ده التايجر برو ده عبارة عن 78M، ده الموديل بتاعه TR تمام 78M تمام. طبعا تي ار اللي هو التيلينج ريبون زي ما شفنا في فيديو سابق تمام، تعريف التيلينج ريبون، واتعرفنا على التكنولوجي اللي هي التيلينج ريبون او التي ار تمام. هنا اللوح بتاعنا 560 تمام وات الى 580، يعني لو نزلت تحت الاقي 560 565 و70 و75 و80 وات. ده الرينج اللي انا بتحرك فيه داخل هذا الموديول. طبعا ال 78 زي ما هنشوف الداتا شيت بالتفصيل هنا تمام، هيقول لك 78 تمام السيل بتاعتي ده في عندي 78 في 2 بيديني التوتال نمبر اوف سيل 156 تمام، الخاصه بهذا اللوح. يبقى انا في عندي ال 78 في عندي ال 78 سيل تمام في الجزء اللي فوق مثلا، وال 78 التانيين في الجزء اللي تحت. يبقى انا في عندي 2 في 78 يعني التوتال نمبر اوف سيل للوح ده 156 سيل. طبعا هنا بوزيتيف باور توليرانس، اتكلمنا برضو عن التوليرانس في فيديوهات سابقه ان هو ممكن تبقى ماينس وبوزيتيف تمام، في بعض الاوقات بتبقى زيرو وبوزيتيف تمام. زيرو ان هو بيضمن لك مفيش توليرانس بالسالب، فانا بالتالي هيبقى التوليرانس بتاعتي من صفر الى بوزيتيف 3% تمام. طبعا اللوح ده زي ما شفنا هو عبارة عن مونو فيشيال. يبقى اللوح اسمه تي ار اللي هو التيلينج ريبون، تيلينج ريبون تمام. 78 النمبر اوف سيل في 2 تمام هيديني 156 ام اللي هو الموديول. اللوح اسمه تايجر برو. طبعا اللوح بينزل الواتجز بتاعته، الشركة منزلة كذا رينج تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو 560 وات بيك او تمام ال 560 عفوا 560 ام 565 570 575 تمام 580 ام. يبقى ده الموديول بتاعي تمام، والرينج او الريت بتاع اللوح. طبعا بوزيتيف باور توليرانس زي ما قلنا من 0 ل 3%. ده شكل اللوح اللي هو التايجر برو. طبعا اللوح فيه دايما في الداتا شيت هتلاقي الكي فيتشرز،
الكي فيتشرز دي بتوضح لك خصائص اللوح ايه مميزاته، تمام. طبعا هو عباره عن تي ار تكنولوجي زي ما قلنا هنا، خاصيه او التكنولوجي اللي هي التيلينج ريبون، التيلينج ريبون وهاف سيل، هاف كات سيل. طبعا التي ار تكنولوجي ويز هاف سيل دي بتسعى او الهدف بتاعها ايمز تو اليمينيت السيل جاب، يعني هو بيقلل المسافات او الفراغ بين السيلز المختلفه عشان يعمل انكريز او بيزود الافشنسي الخاصه بالموديول. طبعا هنا المونوفيشيال وصلت الافشنسي بتاعته ل 21.21، يعني رقم حلو كده 21 21 تمام، 21.21%، تمام. ده خاص بالكي فيتشرز الخاصه باللوح، يبقى هو تي ار تكنولوجي زي ما شفنا، تي ار معناها تيلينج ريبون، تمام. وهو هاف كات سيل، هاف كات سيل الافشنسي بتاعته 21.21، تمام. طبعا هنا بيستخدم المالتي باسبار مكان عدد معين من البسبارات، 3 باسبار، 5 باسبار وهكذا. هو هنا بيستخدم ام بي بي تكنولوجي، طبعا دي بتديكريز الديستانس بتوين الباس بار، وبالتالي هيبقى في نمبر اوف باس بار عندي كبير، عدد الباسبارات كتير، تمام. ده بيقلل طبعا، ده بيقلل او البينيفيتس بتاعتها بتعمل الباور انكريز، بتزود الباور اللي بتطلع من اللوح، تمام. يبقى فينجر جريد لاين which is benefit to power increase، يبقى انا عشان اعمل ام بي بي، تمام، ده بيزود لي الباور اللي بتطلع من اللوح. يبقى كل ما بيزيد النمبر اوف باس بار، تمام، بتزيد القدره اللي بتطلع من اللوح. هاير لايف تايم او بيسموها هاير لايف تايم باور ييلد، اليلد طبعا هنا بيبقى 2% فور فيرست يير ديجريديشن، ده بيتكلم عن الديجريديشن بيحصل ازاي، تمام، او الكفاءه او الافشنسي بتاعت اللوح بتقل ازاي، الديجريديشن بتاع اللوح، وبالتالي ده بيأثر على اللايف تايم، وبالتالي بيأثر على اليلد او الانتاج الكلي للباور اللي بيطلع من اللوح. ده كله احنا بنسميه الباور ييلد، الباور ييلد بتقل 2% فور فيرست يير، تمام، و55 من 100% لينير ديجريديشن زي ما احنا شايفين وعارفين دايما الديجراديشن او الورنتي، تمام، في عندي لينير وفي عندي نون لينير، فهنا ده تمام لينير ديجراديشن. بيست تورنتي طبعا بيديني 12 سنه، تمام، برودكت تورنتي الضمان بتاع المنتج 12 سنه، و25 سنه لينير باور وورنتي، يبقى عندي 25 سنه لينير باور وورنتي او الضمان بتاعي، تمام، 25 سنه. طبعا سترينث ميكانيكال سبورت هو بيعمل اللوح ان هو يستحمل ميكانيكال سبورت، او بيبقى بيسبورت للعوامل الميكانيكيه زي السنو لود اللي هو الاحمال الثلجيه او الثلوج بتصل الى 5400 باسكال، تمام، والويند لود بتصل الى 2400، تمام، باسكال. طبعا هنا بيتكلم على اللينير بيرفورمانس وورنتي زي ما قلنا 12 سنه، تمام، البرودكت وورنتي و25 لينير باور وورنتي، شرحنا الجزئيه دي في فيديو سابق بالتفصيل. الانوال ديجراديشن على مدار ال 25 سنه بيكون 55 من 100 في المية. طبعا هنا الجزء الاخضر ده بيوضح لي اللينير بيرفورمانس وورنتي، تمام، زي ما انت شايف كده، والستاندرد بيرفورمانس وورنتي اللي هو الجزء الرمادي. طبعا في الستاندرد كان بيمشي يقول لك والله اول 12 سنه خلاص هو بيدي لك اللوح 98%، تمام، بعديها على طول مباشره اول سنه ينزل 90 وبعد كده يمشي 90. لا، اللينير ميزته ان هو اول سنه لا بيقل 98، بيت 97، 96، 95 لحد ما يوصل ل 90 بعد 12 سنه، تمام، وبعد من ال 12 لحد ال 25 بيبقى الافشنسي بتاعته زي ما احنا شايفين هنا جرانتي باور بيرفورمانس. الباور بيرفورمانس بيضمنها لك ما بتقلش عن 84.8% على مدار ال 25 سنه. طبعا هنا مهم جدا نرجع للاكواد والستاندرد اللي احنا بنختبر عليه البي في موديولز، تمام، والموديول ده واخد سيرتيفيكت من فين وهو از بير الكود الفلاني، تمام. فاحنا دايما بناخد الاي اي سي
اللي هو خلاص حفظنا 61215. كان في فيديو معمول تفصيلي عن الكود ده في اختبار اللوحات وفي السيفتي بتاع اختبارات الالواح، تمام. اللي هم في عندي كودين مهمين جدا اللي هو IEC 61، احفظ كده، هنحط الكود ده ان شاء الله مع الفيديو، 61215 و61730، وكان في فيديو على القناه بيتكلم عن الكودين دول بالتفصيل. طبعا بقى كده باخد الايزو، تمام، 9001 و14001 و45001، تمام، دول كلهم سيرتيفيكيت خاصين باللوح ده، واللوح ده حاصل على كل السيرتيفيكيت دي. واتكلمنا برضو عن السيرتيفيكيت زي الايزو والتفاصيل بتاعتها في فيديوهات سابقة. طبعا اي لوح يا شباب بيجي عندي الجزء اللي هو الانجينيرينج دروينج، ده مهم جدا لما انا اكون هعمل الستيل ستراكشر اللي هركب عليه اللوح، لازم ابقى عارف طول اللوح. طول اللوح ده يا شباب 2 متر، تمام، 2 متر 41 سنتي بالظبط، تمام، اللي هو 2411، تمام، ملي متر، يعني 241 سنتي، تمام، الطول بتاع اللوح، تمام. طيب وبعد كده في عندي هنا العرض بتاع اللوح، تمام، عرض اللوح عبارة عن متر، تمام، و 134 ملي، تمام، اللي هو 1134 ملي متر، يبقى طول اللوح 2411. الكلام ده هتشوفه دلوقتي، لان لما هنيجي ندخل على البي في سيست تلاقي الارقام دي ستاندرد عشان لما تيجي تعمل الفريم الخاص باللوح. يبقى اللوح ده طوله 2411 ملي، 2411، تمام، 2 متر و4 من 10 تقريبا، وهنا العرض بتاعه متر و13 من 100 او 134 من 1000، اللي هو 1134، ده العرض بتاعه. هنا بيجيب لي ده طبعا الفرونت فيو، وهنا السايد فيو عشان يحدد لي الاتش او السكنس بتاعتي بتكون كام، وده موجود تحت بالتفصيل، تمام، على الجزئيه بتاعت الفريم الستيل الخاص باللوح. طبعا هنا حته مهمه جدا ان انا بشوف البوزيتيف والنيجاتيف كونكشن، تمام. لو انت بصيت كده اهو هتلاحظ هنا في عندك واخد سيكشن A وسيكشن B وسيكشن C، هو بيجي ادي البوزيتيف والنيجاتيف كونكشن زي ما احنا شايفين. لو احنا كبرنا اكتر، تمام، ادي عندي هنا شايف ده الجزء بتاع البوزيتيف، واضحه اهي بوزيتيف، تمام، وده الكونكشن بوكس او الجانكشن بوكس، تمام، وادي الجزء الخاص بالنيجاتيف، دول الطرفين اللي انت بتاخدهم من اللوح. طبعا بيبقى عند الطرفين دول يا شباب كده في السنتر، لو انت بصيت هتلاقي هنا من السنتر ده في 40 سنتي ل 400 مللي، 20 فوق 20 تحت. هتيجي هنا هتلاقي، تمام، الفتحات اللي موجوده عشان موضوع التثبيت والنوت اللي احنا بنستخدمها في عمليات التثبيت زي ما احنا هنشوف في سيكشن سي. طبعا هنا برضو على بعد متر و10، يعني انت هتسيب كام، 55 55 فوق وتحت، وبعد كده على متر و40، يعني 70 سنتي و70 سنتي، هتلاقي الفتحات او الهولز اللي موجوده في اللوح دي، بتفيدني جدا. طبعا ليهم سكاشن للجزء ده اهو، في عندي السكشنز بتاعتي عشان ابقى عارف طول وعرض وارتفاع الجزئيات دي كام سنتي او كام ملي بالتفصيل، موجود عندي الديتيلز بتاعتهم موجودة داخل الرسمة. طبعا ده شكل اللوح من قدام اللي هو الفرونت، وده شكل اللوح من ورا اللي هو الباك بالطول والعرض، تمام، والارتفاع او التخانة بتاعة اللوح. طبعا الجزء ده اللي احنا شوفنا تفاصيله تحت اهو، تمام، الجزء بتاع الايدج الخاص باللوح واضح في سيكشن بي تحت، تمام. طبعا بعد ما خلصنا الشكل العام بتاع اللوح والدايمنشنز بتاعته، مهم جدا نبدا ندخل نشوف الفولتج والكرنت كيرف، ده بيسموه كرنت فولتج وباور فولتج كيرفز للوح ال 265، اللوح ال 265. طبعا شفنا الكيرفات دي كذا مره، هنا الافقي بتاعي الفولتج، تمام، وهنا الكرنت بالامبير، هنا الباور بالوات، هنا الباور بالوات. طبعا احنا نقدر نشوف
الكرنت والفولت لوحديهم. لو احنا شوفنا كده في البي في سيست مثلا، طلعنا ريبورت على التفاصيل بتاعه اللوح، تمام، اقدر هنا اشوف ادي الفولتج وادي الكرنت لوحده، تمام. يبقى انا لو عايز اجيب لي اللوح اللي هو 565، تمام، ادي الفولتج وادي الكرنت. طبعا هنا الفولتج هيديني الفولتج ده واصل لحد كام، 50 56 57، هنشوف القيم دي ونشوف الام بي بي تي بتاعته اللي هو مثلا هنا شايف الباور هنا 565، دي النقطة اللي انا واخد عنها اعلى قيمة للوح. طبعا هنا ده بيفرق ان انا باخد كل كيرف بناء على الاراديشن، هنا مثلا 200 واط على المتر المربع، 400 600 800 1000، انا باخد في الستاندرد او في الاس تي سي عند 1000 واط على المتر المربع. طبعا الكيرفات اللي هي دي كده ده بتوضح لك احنا هنا الباور والفولتج. يبقى انا هنا ادي الفولتج اهو وادي الباور، هتلاحظ ان الكيرفات دي هي علاقه الفولتج بالباور، تمام. هنا كان 0 فولت، كان 0 باور، كل ما بزيد في الجهد بيوصل لاعلى نقطه في الباور، وبعد كده بقل طبعا حسب الكيرف بتاعي اللي انا شغال عليه. ده كيرف بيحتوي على الفولتج والكرنت والباور. طبعا هنا في عندي التمبريتشر سيل، ودي حته مهمه جدا، علاقتها مع النورماليزد اي شورت سيركت والفي اوبن سيركت والباور ماكسيمم في الميه. الازرق ده اللي هو الاي شورت سيركت، والجزء اللي هو برضو ازرق ده لونه قريب من الازرق اللي هو الفي اوبن سيركت، والاخضر ده تمام اللي هو الباور ماكسيمم حسب السيل تمبريتشر. وده كلام مهم جدا، جايب لك من سالب 50 درجه سيليزيوس لحد 100 درجه سيليزيوس. طبعا هي الستاندرد تيست كونديشن، واخدها عند مين؟ عند 25 درجه سيليزيوس. طبعا بعد ما شفنا الكيرفات والجزء ده، هنبدا ندخل على تفاصيل اللي هو بيسميها الميكانيكال كاركترستكس، ودي مهمه جدا. ادي السيل تايب، طبعا ده بي تايب مونو كريستالاين، بي تايب مونو كريستالاين. النمبر اوف سيل زي ما قلنا ده عباره عن 156 سيل، عباره عن 78 في 2، 78 في 2، حتى هو مسمي الموديول 78، تمام، بس ده 78 في 2 او 156 سيل التوتال. طبعا هنا الدايمنشنز اللي هو خلاص حفظنا 2411 اللي هي 2 متر و40 تقريبا اللي هو الارتفاع، والعرض متر وشويه 1134، والسكنس تمام اللي هو عباره عن 35 مللي او 3.5 سنتي. مهم جدا تبقى عارف وزن اللوح عشان الحسابات بتاعتك، تمام، وانت بتعمل الديزاين. وزن اللوح تقريبا 30 كيلو جرام او 31 كيلو جرام تقريبا، هو 30.93. هنا الفرونت جلاس ده عباره عن الجلاس بتاعي انتي ريفليكشن كوتنج، تمام، التخانه بتاعته 3.2 مللي. مهم جدا الكوتنج ده انتي ريفليكشن كوتنج، التخانه بتاعته 3.2، وهنشوف تمام الواح ثانيه هتلاقي التخانات مختلفه و الفرونت جلاس بتاعها مختلف عن الجزء ده، تمام. هاي ترانسميشن ولو ايرن وتمبرد جلاس، ده خصائص الفرونت جلاس اللي هو اللي بيبقى موجود على وش اللوح. الفريم انودايزد الومنيوم الوي، تمام، ده عباره عن الومنيوم، تمام، ايونايزد. والجنكشن بوكس ليها ريتد حمايه اي بي 68، الريتد بتاعها عالي طبعا عشان تبقى محميه ضد الميه والمطر والغبار والكلام ده. الاوتبوت كيبل، تمام، هو عباره عن كابل في البوزيتيف وكابل في النيجاتيف، كل واحد 4 ملم تربيع، مهمه جدا الجزئيه دي، وطوله تقريبا البوزيتيف طوله 30 سم والنيجاتيف 145 سم، تمام. بعد كده هندخل في التكنيكال سبيسيفيكيشنز للموديول. احنا هناخد الموديول اللي هو جي كي ام 565 ام 7 ار تمام 4 في، ده الموديول بتاعنا. احنا بنهتم بالاس تي سي اهو، خلاص حفظنا الجزئيه دي في كذا فيديو، عند الماكسيمم باور اللي بتطلع منها 565 وات بيك، ده الماكسيمم باور، باور ماكسيمم. بعد كده الماكسيمم باور فولتج اللي هو في ام بي، تمام، 40 فولت. خلي بالك لازم ابص على طول تحتيها على الشورت سيركت، الاوبن سيركت عفوا، الفي اوبن سيركت، يعني ده ب 40.7 وده ب 50، يبقى اعلى جهد اللي هو جهد الاوبن سيركت فولتج ب 50. طيب بعد كده هبص على الاي ام بي، ده ب 12.7، هتلاقي الاي شورت سيركت مباشره معاها
تمام 13.58. الكلام ده مهم جدا. الموديول افشنسي طبعا احنا قلنا بتصل الى 21 21.21. هنا اللوح ده 20.67%، تمام. ده الموديول افشنسي حسب في الاس تي سي في المية. الاوبريتنج تمبريتشر مهمه جدا، دي مهمه جدا جدا. شايف مزايا اللوح ده ان هو بيعمل من سالب 40 لحد بوزيتيف 85، ده مهم جدا في الدول اللي فيها درجات الحراره العاليه. طبعا الاي اي سي دلوقتي بريكومنديشن ان انا بختار الالواح اللي هي بيبقى الفولتج بتاعها يتحمل رينج كبير، اللي هو بدل ما كان عندي الواح 1000 فولت دي سي، لا الماكسيمم سيستم فولتج ده 1500 فولت دي سي. الماكسيمم سيريس فيوز، فيوز 25. طبعا الفيوز لازم يبقى اعلى من اي تيار موجود هنا، يعني انت لو بصيت هنا الماكسيمم باور كارنت عباره عن الاي ام بي 10.32، اما هنا الشورت سيركت تمام عباره عن 10.97، تمام. ده في حاله الان او تي سي. لا انا عايز، مين؟ انا عايز الاس تي سي 12.72 و13.58. هتلاحظ هنا الماكسيمم سيريس فيوز اعلى حاجه 25. الباور توليرانس مهمه جدا من 0 ل بوزيتيف 3% قلناها فوق في الشرح. التمبريتشر كوفيشنت بتاعه الباور ماكسيمم والفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت، ثلاثه تمبريتشر كوفيشنت لازم تبقى واخد بالك منهم جدا. هنا سالب 35% لكل درجه حراره. في حاله الاوبن سيركت الفولتج اوبن سيركت سالب 28% لكل درجه حراره، وفي حاله الشورت سيركت 48 من 1000 بالبوزيتيف، تمام، لكل درجه حراره. النومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر او بيسموها الان او سي تي اللي هي موجوده هنا، النومينال اوبريتنج سيل تمبريتشر بتبقى بوزيتيف 45، تمام، وبوزيتيف ونيجاتيف 2، يعني ممكن تبقى 43 لحد 47. طبعا هنا بيوضح لك في معظم الداتا شيت يقول لك والله الستاندرد تيست كونديشن بيبقى الايريدينس 1000 واط على المتر المربع والسيل تمبريتشر 25 والاي ام بواحد ونص، تمام. هنا الان او سي تي الاريديانس بيكون 800 والامبيان تمبريتشر ب 20 والاي ام بتكون واحد ونص، وبيدي لك الويند سبيد 1 متر على السكند في حاله الان او تي سي. هتلاقي الفيديو الخاص بالفرق بين الاس تي سي والان او تي سي موجود على القناه. يبقى احنا كده شفنا الداتا شيت الخاصه بالموديول اللي اسمه تايجر برو من شركة جينكو سولار، شفنا التفاصيل بتاعته واتعرفنا ان الموديول ده بيشتغل بتقنية التيلينج ريبون او التي ار تكنولوجي، وشفنا ان هو مالتي باسبار وزود الافيشنسي بتاعته، زود الباور ييلد، تمام. وبالتالي دخلنا على الدايمنشنز الخاصة باللوح والتخانة والطول والعرض والارتفاع، وبعد كده خدنا الفي اي كيرف والباور فولتج كيرف، وشفنا التمبريتشر كوفيشنت. بعد كده دخلنا على الميكانيكال كاركترستكس، العوامل الميكانيكيه بتاعتي، وبعد كده خدنا التكنيكال سبيسيفيكيشن. طبعا هنا بيدي لك الباكجز او الباكجنج كونفيجريشن، كل باكج بيبقى فيها كام، 31 بيس في الباليت، تمام، او 32 بيس في الستاك، تمام. تقدر تحدد منها كل باليت، تمام، موجود فيها كام لوح، تمام، لما انت تشوف موضوع الشحن. طبعا لما هنيجي ندخل على البي في سيست لازم يكون معانا الملف ده ويبقى احنا فاكرينه كويس جدا عشان ندخل نقارن اللي مكتوب في البي في سيست بمواصفات اللوح ده، لان في ديتيلز ثانيه مش مكتوبه هنا في الداتا شيت، موجوده في ملفات البان فايل اللي على البي في سيست، والفول ديتيلز انت ممكن تقدر تجيبها من الشركه، وهنقدر نشوفها دلوقتي في البي في سيست بالتفصيل في الفيديو القادم باذن الله. هتبقى حاجه زي دي كده، تمام. ادي البي في سيست 7.2، البي في موديول جي كي ام 565 ام 7 ار ال 4، تمام، نفس الموديول اللي انا كنت شغال عليه دلوقتي، فاتح الداتا شيت بتاعته، مديني ان ده اتصنع او بدا تشغيله او تصنيعه وان هو ينزل السوق في 21. طبعا هو سيليكون مونو، ده التكنولوجي بتاعته، بيدي لك كل التفاصيل بتاعته، كل التفاصيل بتاعته والكيرفات اللي احنا شفنا جزء منها. ده بتقدر تطبعه من داخل برنامج البي في سيست لكل لوح موجود، او اي لوح انت تقدر تجيب البان فايل بتاعه، تمام، وتطلع الداتا شيت بالتفصيل وتطلع الداتا الخاصه باللوح، وهناخد تفاصيل اكتر ان شاء الله لما نيجي ندخل على البي في سيست في الفيديو القادم. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.